السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا الكرام أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام بما لدينا دائما المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأ من ملف الجفاف الذي يضرب مناطق مختلفة من العراق، حيث وثق مواطن عراقي انخفاض مستوى المياه في بحيرة عانة بمحافظة الأنبار. لنشاهد. هنا المفروض الخزين مال سد حديثة، وذاك المقياس مالته مال بحيرة عانة أو بحيرة قادسية، المي كان يوصل لهنا حاليا كلها فارغة، حتى الأرضية مال المي إذا يعني الشخص اللي يوقف هنا يدحق عليها يبين عنده، يعني هذا الباطن، باطن مال البحيرة، باطن الأرض مال البحيرة، منظر كلش يقهر. حسبي الله ونعم الوكيل. نستمر مع هذا الملف مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى مقطع آخر للجفاف في العراق، حيث رصد مواطنون انخفاض منسوب نهر دجلة في محافظة ميسان دون أي حلول أو تدخل حكومي لمعالجة هذه الكارثة البيئية. لنشاهد. هذا نهر دجلة في محافظة ميسان، هذا المي مادة، شوفوا مي ساير اخضر وهذا يابس، وهذا يابس المي، ذاك هو الشط، ويجي واحد يقول له يقول لك ماكو مي، وتركيا فتحت السدود، عمل تركيا لا فتحت السدود ولا شو اسمه، مجرد اعلام، وهذا الشط، هذا الشط مال مركز محافظه ميسان ويغذي به الاقضيه والنواحي. زين هو بالمركز هيك، من يروح للقضية والنواحي شو يصير؟ ومالح حتى ما ينغسل به، مالح من شدة الملوحة اللي به. زين ومن يصير التعليقات حتى يغزر، التعليقات اللي بعض الاخوان يكتب هذا على مود يغزر، هو يا يغزر بشوف المي، شوف صار نريد وقفة احتجاجية من كل الشرفاء والضغط على الأمم المتحدة حتى يشوفون. نستمر في محافظة ميسان ونفس الملف مشاهدينا الكرام، حيث وثق مواطن عراقي شحة المياه في نهر دجلة في المحافظة التي اتضح أنها بانخفاض، وصلت انخفاض غير مسبوق وسط غياب الخطة الحكومية لمعالجة مشكلة الجفاف وإنشاء خزانات لخزن المياه حتى تصل إلى المدينة، لكن الآن وصلت المدينة إلى مراحل كارثية من الجفاف. لنشاهد. نحن الآن في محافظة ميسان وتحديدا في حوض نهر دجلة في مركز مدينة محافظة ميسان، أمامي خلف الشاشة إسالة الماء التي خرجت عن الخدمة منذ 7 أيام التي تغذي هذه المنطقة. طبعا احنا في مركز مدينة العمارة، هذه كلية المنارة، هذا جزر الغزلافي، وايضا مستشفى صدر المحافظة، مجلس المحافظة القديم، وهذا الجسر المعلق الجديد، وهذا يبدي من هنا السدة، هذا زحف عليه كل الجفاف الى هذا، هيش بس مي قليل الى بس هناك مثل الساقية بغد. هذا عمود نهر دجلة الرئيسي الذي يأتي من بغداد عبر محافظة واسط، يدخل مدينة العمارة ويتجه باتجاه البصرة من هذا الاتجاه، ويتجه باتجاه نهري المشرح والكحلاء بهذا الاتجاه المغذيات إلى هور الحوزة. الجفاف في نهر دجلة واضح جدا، تراجع كميات المياه واضحة جدا. هاي اللي تشوفون هسه هي اللي بغت، وينها؟ هاي اللي بغت الممر البسيط، هذا هو فقط نهر دجلة الذاهب من العمارة باتجاه محافظة البصرة. اي بالتالي احنا بقينا بالمشكلة نفسها، انه ما عندنا خزن بالمناطق الشمالية ووصلنا الى هذا الحد.
مشاهدينا لنتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. أبو أحمد يقول: ما هو دور الحكومة المتمثل بوزارة الموارد المائية التي لم نسمع لوزيرها أي صوت أو تعليق أو تحرك بشأن هذه أو تحرك ما بشأن هذه الكارثة؟ ريحانة تقول: أين حلولكم يا من تحكمون وإلى متى هذا السكوت؟ منتظر يقول: نفس الحالة بالناصرية، انخفاض منسوب نهر الفرات في محافظة ذي قار. ومصطفى يقول: شو وقت الإنسان الحر ينتفض لنفسه ولكرامته وأرضه ومياهه ويصيح بصوت عالي ضد الفاسدين اللي مشغولين بصفقاتهم وتسوياتهم، والإنسان والنهر ما بقى منهم شيء. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى الموضوع الثاني لدينا في هذه الحلقة. تحدث مدير حسابات مستشفى الحجة بكربلاء عن حقيقة المستشفى وعمليات استغلال الفقير ونهب أموال المتبرعين. إذ أكدت جهات كثيرة أن مستشفى الحجة الخيرية في محافظة كربلاء بنيت من أموال المتبرعين بمبلغ 190 مليار دينار عراقي. كان من المفترض أن تقدم هذه المستشفى الخدمات المجانية أو في أقل تقدير بمبالغ رمزية للمراجعين، لكن أسعارها تجاوزت المستشفيات الأهلية والاستثمارية في العراق. لنشاهد. راح نكشف عن ملف فساد بأحد مؤسسات النفع العام، وهي من المؤسسات القليلة بالعراق اللي صوت عليها مجلس الوزراء، اللي هي مؤسسة التنمية والإغاثة التابعة للسيد مرتضى القزويني. هذه المؤسسة صفتها تقدم خدمات إنسانية وخيرية للفقراء والمحتاجين، مؤسسة خيرية. قررت هذه المؤسسة، طبعا صوت عليها مجلس الوزراء وأعفاها من الضرائب، يعني أي شيء يدخل هذه المؤسسة للعراق معفي من الضريبة، يعني براحتهم شي يدخلون خلي يدخلون. السيد قرر يسوي مستشفى، جمع تبرعات من داخل العراق وخارج العراق. تبرعات خارج العراق حتى يبني بها مستشفى 90 مليون دولار اجتها، من داخل العراق وصلت 60 مليار دينار عراقي. يريد لقاع السيد يبني عليها المستشفى، فمجلس الوزراء اتفقوا ايه السيد، قال له: سيد سيدنا، احنا راح نعطيك هذه الارض بسعر رمزي من 2000 الى 5000 دينار. هذه المستشفى ذات نفع عام، حالها حال المستشفيات الحكومية، تاخذ من الناس اجور رمزية. ايش بيها المستشفى يا ستار؟ المستشفى تحولت الى تجارية بحتة. شلون؟ تجارية، اتحدى اي فقير ان يدخل المستشفى. اي فقير؟ اسعار الخدمات الطبية خيالية. شلون؟ يعني ابسط شيء مفراس الصدر او السي تي تشيست احنا نسميه، سي تي تشيست بالمستشفى الحكومي 50 او 40 الف دينار. تمام. وياخذون من المريض 115 دينار. تعرفون انه لغايه الان لا زالت حتى الان تجمع تبرعات؟ تجمع تبرعات للمستشفى وتجمع تبرعات لهذه المؤسسه. واخر مبلغ وصل لهذه المستشفى قبل اسبوع الى 10 ايام، ايش قد المبلغ؟ حاليا في المصرف 365 الف دولار لهذه المستشفى. لهذه المستشفى اللي جاي تاخذ. والتبرعات الداخليه مستمره لحد الان لهذه المستشفى، اللي اسعارها تجاريه. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، وننتقل الى مقطع اخر لمواطن من محافظة كربلاء يروي حادثة حصلت معه في مستشفى الحجة الخيرية. وبحسب هذا المواطن فإن المستشفى طلبوا منه مبلغ 2.5 مليون دينار عراقي أجور رقود ليوم واحد في هذه المستشفى الخيرية. خلونا نشوف. أغلب الناس اللي راح تشوفني تعرفني. طبعا. أنا عندي أخوي قبل سنة. زين. أخوي مسوق أسمع دو مريض تخربط عندنا، صار عنده ضمور بالأعصاب. على العموم أخذنا المستشفى الحجة العصر. زين. شكله ولا مغذي ما أعرف شني، ساءت حالته كلش. قالوا لازم ندخله للعناية المركزة. زين. يا بندخله. اتفقتوا على السعر؟ احنا خابرنا على مستشفى الحسيني ما حصلنا مكان، بعد اضطرنا للأمر. زين. لازم ندخله لأن أخونا وبين دينا شغلته تعبت. يا بروح أحط تأمينات وحاسبوا على المود ندخله، من دخله لا ما تحاسبون بالحسابات. رحنا قالوا احنا دخول الرقود 500,000 الليلة. بالعناية المركزة؟ ماشي. العناية المركزة. زين. بالغرفة 500,000 كلها، يعني اليوم الواحد 500,000
اليوم الواحد 500,000 اللي يابا احنا قابلين ما يخالف، بعد احنا مضطرين لهذا الامر. قطوا 1.5 مليون، قطينا 1.5 مليون دخلنا. صار الليل قالوا ما حد يبقى يمه لان عناير. طبيت له انا نفسيتي بشخصي طبيت له، لقينا ملزقين عيونه وحاطين له، فهو يعني يقول مات سريرين عالجهاز. بلغونا راح ننزل له صونده لان شغلته تعبت ومات سريرين لازم. قلنا لهم يا بنزلوا له صونده، هذا بعد امر الله يصير علينا. فالصبح طلع عنا الدكتور واحد من عندهم الاشخاص قال يا ابا راح رحمه الله زي. آمنا بقضاء الله وقدره يا ابا. خابرت اخوتي جو اريد ناخذ الجنازه يا ابا طنها، قالوا لا ما نعطيكم اياها، لازم تروحون تحاسبون بالحسابات ونسوي لكم شهاده وفاه ونعطيكم. زين انتم مطين 1.5 مليون وهي الليله ب 500، وين المشكله؟ رحنا نحاسب انا مأمن مطي 1.5 مليون وهو لا ياكل ولا يشرب بعد ما يتسريرين. اجيت حاسبت قالوا يا ابا بعد عليك 850 غير 1.5 مليون غير 1.5 مليون. 1.5 مليون اللي طيتن وين راحن؟ ودن ال 850 شنو؟ قالوا يابا هاي مال اكل وشرب وعلاجه. ترى احنا في كربلاء نعرفها مستشفى الحجه الخيريه، بس كل خير بالموضوع ماكو. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. انطلقت تظاهرات في كربلاء من قبل ابناء المدينه لتصل الى مستشفى الحجه للمطالبه بتحويله من استثماري الى حكومي، بعد ادعاء منفذيه وجمع تبرعات وتسهيلات حكومية من أجل أن يكون داعما للطبقة الفقيرة. لنشاهد. سيدنا مش هناك طينا وزيتون، ما تقول لي ليش تبوق رزق لي جدون. بكتونا بكتونا والصلون، بكتونا والصلون سادة بقراكم. لنتابع سريعا بعض التعليقات مشاهدينا الكرام. لدينا أم عمار تقول لو عندنا مستشفيات حكومية بها حظ والطبيب يداوم بانتظام وبضمير ما راحت الناس وذلت روحها للمستشفيات الاستثمارية مثل الكفيل والحجة، أو سافرت إلى لبنان أو الهند أو إيران للعلاج. المفروض الدولة تحط إيدها على هذا المستشفى إن كان أكو دولة. علي يقول نفس باقي المستشفيات وغيرها في كربلاء نفس الشيء، كلهم ماكو رحمة. حيدر يقول المفروض تصادر أموالهم المنقولة خارج العراق وداخل العراق. وتعليق من أبو مصطفى يقول إخوان واقع الحال هذه المستشفيات الحجة أو الكفيل وغيرها التي بنيت عن طريق التبرعات والمساهمات في الداخل والخارج شعارات نصرة ومساعدة الفقراء، وهذا كلام إعلام فقط، وفيها ابتزاز الفقير، ولا يمكن الفقير أن يحصل على العلاج إلا بكلفة تجبره على أن يستقرض المال من أهل الرحمة. هكذا يرى السيد أبو مصطفى. الآن معنا السيد أبو صنديد من كربلاء. تفضل يا أبو صنديد حياك الله. السلام عليكم قناة الرافدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدعو من الله أن يحفظكم من المزيد من الخير والتطور والنجاح بهذه البرامج اللي تقدمونها. شكرا لك مقدم البرنامج، شكرا للكادر، شكرا لمدير القناة، شكرا للكونترول. هاي القضية اللي اتفضلت فيها انت مشكور، طبعا مشكورة جهودك ومشكورة
جهود الصحفي والإعلامي حيدر الحمداني اللي كشف هاي الفضيحة السوداء اللي هي في تاريخ العراق. هاي مو أول وحدة ولا آخر وحدة. الحق العد جرار أستاذ الله يحفظك. مستمرة هاي الفضايح بالعراق مع كل الأسف. إحنا الشيعة، أنا اسمح لي أتكلم بهذا اللهجة، اسمح لي أعذرا منك وعذرا من المشاهد، إحنا كنا أخوان. لكن عن طبقة وعن طائفة الشيعة مع كل الأسف إحنا نمشي وراء مرجع، عندنا مرجعنا العظيم السيد علي السيستاني، وهذا السيد اللي بنى هذا المستشفى مع كل الأسف هو من ضمن المرجعية، خلي يكون بعلم الناس، يعني هذا واحد من مرجعية النجف، فهذا معتوب عليه الرجل. أولاً سيد أبو صنديد سريعا بس سؤالي، ليش المشاريع اللي تخرج من تحت عباءة الجهات الدينية بالعراق مثل هاي مستشفى الحجة أو الكفيل أو غيرها شعاراتها أو العنوان الموضوع هي مستشفيات خيرية أو مستشفيات لمساعدة الفقراء أو مشاريع لدعم الطبقة الفقيرة، لكن واقع الحال يقول بأنها مشاريع استثمارية هدفها كنز الأموال؟ وين لعد وين الشفقة على الفقير؟ وين الرحمة بالموضوع؟ هذا البلد العراق الله يحفظه إن شاء الله ويحفظكم جميع إن شاء الله، يحفظ كل طوائف العراق بجاه محمد وآل محمد. هذه مع كل الأسف صارت شماعة مع إحنا نساعد الفقراء والمستشفيات. هذه المستشفيات اللي أنت تفضلت تذكرها كلها مستشفيات أجورها غالية تفوق حتى أجور المستشفيات اللي خارج العراق، الكفيل والحجة وغيرها، وكل هاي المستشفيات الموجودة بالنجف وكربلاء هي مستشفيات غالية وباهظة الثمن ما إلها علاقة بالفقير، لكن هاي لقوها حجة، يعني حجة لأنه إحنا مصدقين مرجعيتنا وهذا واحد من المرجعية وأهل الخير تبرعت بالأموال والأموال أنت عندك الرقم الإحصائي للأموال اللي وصلت للتبرع وانبنى المستشفى. مع كل الأسف، مع كل الأسف يا أستاذ، وهذه مو أول فضيحة ولا آخر فضيحة، وأنت طيب وسالم، وأنت طيب وسالم فعلا الأكثر من فضايح هاي الامور. طيب اللي جايه. سؤال سؤال سيد ابو صنديد لحضرتك، وايضا سؤال لحضرتك بس اسمح لي سؤال لحضرتك جايك لو سمحت ابو صنديد بس اسمح لي. هذه مستشفى خيريه اللي بدنا نتكلم عنها اليوم، مستشفى بنيت عن طريق جمع التبرعات. طيب هذه التكاليف الباهظه التي تفرض على المراجع من أجل الحصول على علاج، وين ده تروح هاي الأموال برأيك؟ منو اللي ده يحصل؟ منو اللي ده يستفاد منها؟ اللي يستفاد من عندها صاحب العلاقة، اللي يستفاد من عندها مو مرتضى القزويني، لا ابنه بالخارج مستفاد من عندها طبعا، لأن ولد شقاب يحب الكيف ويحب اللهو ويحب الطرف ويحب السفر ويحب النوادي، فما استفاد من عندها هذا السيد اللي عمره 95 سنة حقيقة. هاي مو دفاعا عن السيد، بس كان واجب على السيد بأن يوقف ضد هاي التصرفات ويعلن للناس، مو يطلع للسيد عمره 95 من ضمن المرجعية يقول هذا المستشفى ما تابع إنه تابع للحجة. طيب اكو مطالبات، اكو مطالبات من اهل كربلاء بتحويل هذه المستشفى الى قطاع عام الى حكوميه، وتطالب اهالي كربلاء يطالبون الحكومه بوضع يدها على هذا المستشفى لانه صار مشروع استثماري يبتز العالم ويمص دماء الفقراء. طيب برايك تقدر الحكومه اليوم تسيطر على هذه المشاريع اللي تستغل حاجه الناس الى علاج، حاجه الناس الى الطبابه، وتسيطر على هذا الابتزاز المستمر لو ضعيفة الحكومة أمام هذه الشخصيات والجهات؟ أنت مثقف وأنت أنت دارس وأنت مقدم برنامج وإعلامي وعندك الأمور وفاهم القانون. أنا أظن وأعرف كل زين بأن الدولة إذا طالبت بهذا المستشفى ما عندها حجة قانونية تستولى على هذا المستشفى، لأن هذا المستشفى يعتبر أموال خاصة للسيد القزويني، لانه الدوله ما صارفه اموالها اموال. شوف سيد ابو صنديد، احنا مو خبراء قانون، احنا مو خبراء قانون، لكن من حق الدوله ولديها الصلاحيات والسلطه الكامله ان تضع يدها على اي مستشفى او جزء او قطاع خاص او اموال لصاحبها ان كان مخالف للقانون. الاتفاقيات اللي انعرضت بالاوراق الان اللي تبين انه هاي المستشفى بها شروط معينة يجب أن تتحقق هي مخالفة لهذه الشروط، هي تبتز العالم، هي تفرض تسعيرات، وبالتالي الدولة عندها الصلاحيات القانونية أنه تسيطر على أي جزء
داخل العراق وتضع يدها على أموال هذا الشخص أو على المستشفى أو على أي بناية أو على أي مشروع قام بإنشائه إذا كان مخالف للقانون؟ مثل ما تفضلت أستاذ، إحنا مو خبراء قانون ولا إحنا محللين قانونيين، بس أنا أذكر لك من ضمن المواد القانونية الكفالة لا تسمح ولا تقبل. نعم. طيب سيد أبو صنديد، أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. القضية قضية المستشفى وقضية المشاريع التي تبتز المواطن الفقير حقيقة كثيرة في العراق، وخاصة أن العراق يشهد نسبة فقر مرتفعة للغاية وهي في تزايد مستمر بسبب الأزمات الاقتصادية، بسبب الابتزاز، بسبب ضعف القطاع الحكومي وغياب السيطرة وغياب الرقابة على هذه القطاعات الخاصة والمشاريع الاستثمارية التي تستغل حاجة الناس إن كانت للعلاج، إن كانت تعليم، إن كان غيرها، من أجل أن تمتص دماء الفقراء وذوي الدخل المحدود في سبيل تحقيق مكاسب مالية. دعونا ننتقل الآن مشاهدينا إلى موضوع آخر في هذه الحلقة. ناشط من محافظة النجف اشتكى من تفاقم أزمة شحة مادة الغاز في المحافظة، وهذه الأزمة حقيقة هي منتشرة في محافظات عراقية مختلفة، لكن الآن دعونا نبدأ من محافظة النجف. أمام إحدى محطات الوقود في محافظة النجف، معظم محطات الوقود في محافظة النجف وسط والجنوب والشمال العراق بهذا، شوف الغاز، لا نهاية لا نهاية السرى ولا بداية. زين هاي شنو تلف هالناس تكسبها؟ لا ناس هاي معظمها لا عندها راتب لا رزق، رزقها هاي السيارات الغاز. سعر الغاز بالدولة ب80,000 دينار البرميل، قاعد ينباع بالسوق السوداء 200,000 دينار البرميل وما موجود. شنو ذنبها؟ يوم أزمة غاز، يوم بنزين عادي، يوم محسن، يوم غاز، واحنا ظالين أزمة بأزمة، يوم دولار، يوم مواد غذائية، والله دخلة، والله الشعب ده شو وقت يستقر البلد؟ زين يقولون الغاز ما جاي من الميناء أم قصور مدري الفاو، ما جاي حصة العراق بعدها. زين احنا مو عندنا مصافي، مصفى كربلاء فرحنا به، مصفى الدورة، مصافي في جنوب العراق، مصفى بيجي، ها عفوا تذكرت، مصفى بيجي تفكك وانباع. الدول الجوار يا حكومتنا يا وزير النفط يا مدير العام المشتقات النفطية، يمن تشكي يمن عد يا حكومة عد يا مسؤول عد يا لجنة، هاي الناس واقفة صالها اسبوع تريد لها غازات، هاي الأزمة مستمرة. شوفوا بكل محافظة النجف، كل العراق على هذا الموضوع. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى مقطع آخر لمواطن رصد طابور الغاز أمام إحدى محطات الوقود في محافظة ديالى، مما يجبر المواطنين على الانتظار بطوابير طويلة لساعات متأخرة من الليل من أجل الحصول على مادة الغاز. لنشاهد. بهاي الناس عايفة جهالها وعايفة نسوانها. زين احنا يا وقت نضل احنا هيجي، شو وقت نتطور، شو وقت نشوف هاي البلدان اللي قدامنا، شو وقت نبقى هيجي؟ احنا بلد نفطي، ارضنا نايمة على 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 نفط، شنو ذنب هاي الناس هيك يعني بهالبرد وعايفة جهالها؟ زين وين حكومتنا؟ وين الحكومة المحلية؟ وين حكومة ديالة؟ وين وزارة النفط؟ ما يشوفون يقول حل لهاي الناس؟ يعني معقولة احنا هيك احنا العراق هيك صار بينا نفط غاز؟ ابسط شيء غاز ما عندنا، يعني حد وين الحكومه شو كنت تصحى؟ يعني كافي احس بهذا الشعب، قولوا خطيه، يعني كافي كافي كافي، صارنا 20 سنه على هاي الحاله، قتل، طائفيه، لا خدمات، تهجير، حكومتنا شو كنت تحس علينا وتقول ترحمنا؟ كافي عمي، هاي الناس شنو ذنبها هسه منتظره هنايا؟ وهاي السره منايا للتقاطع، تقاطع الفروسيه، ولو تجون الصبح يشوفون بعد اكثر، زين شنو السالفه؟ تعال عمي يقولنا حل، والله راح نموت عمي، عايفين نسواننا، عايفين جهالنا نايمين هنايا، ويا دوب اللحق لو 10 ل11 يلا يجيك سرة. زين انا يجيني سرة ساعة ب11، شو وقت اطلع للشغل بعد؟ شو وقت الحق اجيب اكل اهلي او اكل جهالي انطيهم مصرف مدارس؟ شلون نضل هيسي؟ شو وقت يشوفونا ويحسون عين الاحزاب، تحس عين الحكومة، يا الناشد، رئيس الوزراء، محمد الشاع السوداني، الناشد المحافظ،
بس شوفوا لنا حال رحمة لوالديكم كافي والله ملينا والله عمي طقت رواحنا يا ناس يا عالم عمي والله يعني والله يعني ما إيش نحكي قليل ما ما ماكو أي حل ماكو أي حل هاي إحنا ننتظر ولو ننتظر للصبح للساعة 7 الصبح يلا تفتح 8 المحطة وأنت من 10-11 الله يجيك السرة عمي والله طقت رواحنا والله عمي كافي. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. لا تختلف معاناة أهالي قضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين عن باقي المحافظات المتعلقة القضية المتعلقة بأزمة الغاز المتفاقمة. لنشاهد. حاليا الساعة 10 بالليل أغلبية المواطنين بقضاء الدجيل بايتين للصبح بالمحطات الوقودية حتى يحصلونهم على 20 لتر أو 30 لتر. لذلك نناشد حكومة صلاح الدين والمسؤولين بوضع حلول جذرية لمعالجة أزمة الغاز في قضاء الدجيل. في مقطع آخر مشاهدينا الكرام يتعلق بهذا الموضوع، مواطن من محافظة البصرة ناشد لإيجاد حل لأزمة الغاز التي أثرت على عمل الكثير من المواطنين في المحافظة، خلونا نستمع. وناشد للسيد وكيل وزارة لشؤون التوزيع الأستاذ ليث الشاهر، خويا صايرة دائرة والله تشوف لي هذا سرعة السرعة على الغاز، الله يرحم والديك، وين عايشين احنا؟ احنا وين عايشين؟ الله يرحم والديك. هذا سرى مال غاز. مناشدة لكافة إخواننا الإعلاميين، هاي وحدة. مناشدة للسيد رئيس الوزراء. مناشدة للناس الطيبة الخيرة. نريد تعالجونا هاي الحالة. غاز بلد النفط ما بي غاز، هاي الناس كلها واقفة. هاي كلها صاير سايدين على الغاز، الله أكبر. عم يوفر الغاز الله يرحم والديكم، موفر الغاز لهي الناس، على الله وعلى الغازات، يشتغل ياكل ما يشتغل يضرب الضيف. نتابع الان مشاهدينا بعض التعليقات بشان هذا الموضوع. لدينا تعليق من مزهر يقول: منذ 5 أيام والغاز مفقود في جميع المحطات الحكوميه والاهليه. تعليق من سيف يقول: سبب هاي الازمه الاحزاب وحواشيها، المستفاده من التهريب او المستفاد من التهريب هي الاحزاب. الحاج محمد يقول: والله كان استحيتوا بلد كله نفط هيك حاله. ومصطفى يقول: البارحه بالليل رحت افول بنزين لقيت العالم بايته بالشارع خطيه. الان معنا مشاهدينا الكرام السيد ابو عمر من الناصريه، تفضل يا ابو عمر حياك الله. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك عمي؟ شلون صحتك بوي؟ حياك الله ابو عمر، اهلا وسهلا. طبعا وياك ابو عمر تسليني من الناصريه، عمي هذول كلها ان شاء الله تايران. لان هاي حكومه الذيول هاي تابعه لايران عمي، يعني هم يحكمون البلد. هم سووا بالبلد، حكموا البلد، هم سووا به، خلوا العالم على مود الغاز يوقف، على مود هاي متعمدين عمي، هذا بلد العراق، هذا ابو النفط الاسود. زين لولا يعني ابو الذهب الاسود هذا. شلون تشوف قضية أبو عمر، شلون تشوف قضية أزمة نفط عندنا أو أزمة غاز أو أزمة وقود بشكل عام وإحنا بلد نفطي؟ يعني مو غريبة هاي القضية؟ لو مثلا إحنا بلد ما ننتج النفط نقول أزمة غاز ممكن لأنه بدنا نستورد، لكن إحنا بلد ننتج هذه المواد المشتقات النفطية، ليش ما نقدر نكرر عن طريق المصافي ونستفاد بدل ما نروح نشتريه نبيعه خام ونشتريه مكرر؟ نعم نعم عمي، انا اقول لك شلون ذولا شغله ما يعني شغله تعمد ذولا. يعني شنو العراق؟ يعني العراق يعني العراق خيراته كل دوله يعني ما موجوده مثل خيراته. النفط، الزئبق، يعني شكو الله سبحانه وتعالى هو بالعراق. بس ذولا عمي ذولا مشكله، ذولا عمي تابع ذولا تبعيه، ذولا مشكله، ذولا ذبحونا شيء يعني عمده متعمدين هم متعمدين يعني يحكمون الشعب العراقي. زين ولا يعني يا حكومه الديون ذولا كلهم توابع ذولا عمي، ذولا اصلا مو عراقيين. هو العراقي على يحرص على بلاده، يعني هذا بس الشريف. زين ولا ذولا لا حتم لا ضم ولا ضمير، حطموا العالم، وقفوا عمل العالم على الغاز، على البنزين، على النفط. يعني ذولا هم هاي الشغله يعني هي ايران، شو تقول ايران؟ هم يفصلون ويلبسون. يعني ايران هي اهم شيء ايران. لا يعني ايران عندكم وش مستفادين؟ يعني وش مستفادين احنا او وش مستفاد الشعب العراقي من ايران؟
اليوم الأحزاب الموجودة وذول المطبلين لهذه الأحزاب يمدحون بالجارة إيران، المنقذة إيران اللي وقفت ويانا وقت الأزمات. العراق ايش مستفاد من إيران غير المخدرات والميليشيات والفساد والسيطرة على الحكم بالعراق؟ ايش مستفاد المواطن العراقي من إيران؟ ايش مستفاد من اللي يتبعون إيران في العراق؟ نعم نعم عمي، هم ذولا هم جابتهم إيران، يعني أهم شيء إيران، يعني هنا يعني كلها إيران، يعني هسه حكومته كلها إيراني. يعني الإيراني بكيفه، يعني الإيراني جاي يلعب بالعراق بكيفه. نعم جل ولا طيب، جل ذولا لا يخافون من الله، لا يعرفون الله ولا يعرفون محمد. ذولا أهم شيء ذولا ذولا جاي تسول جيوبهم، ما طيب. شغله بالبلاد. شكرا البلاد جزيلا يعني. ابو عمر نعم وصلت الفكره، اشكر حضرتك للمشاركه. مشاهدينا الكرام الان نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث مع حضراتكم في حلقتنا لهذا اليوم. هنا بوتقة الحضارة. ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة. حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة من برنامج صوتكم، حلقة جديدة. وبإمكان حضراتكم أن تشاركوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال الرسائل التي سنقرأها في هذه الحلقة. ويانا السيد أبو علي من الديوانية، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. هاي الدولة خسرت أكبر شعبية لها بالعراق، كل شعب العراق خسرته، لأن ما عدا كل مصداقية ويا تكون في المكان السعبية. سيد الدولة تنضم أهل الدولة. سيد أبو علي، سيد أبو علي صوتك غير واضح، أرجو منك تعاود الاتصال مرة ثانية، غير مكانك واتصل بينا مرة أخرى لأن الصوت غير مفهوم. شكرا جزيلا لك. عموما نكمل ما لدينا مشاهدينا الكرام من مواضيع في هذه الحلقة. ناشط من محافظة ذي قار قام بكشف فساد الشركة المتنفذة لمشروع المجاري في الحي العسكري بقضاء سوق الشيوخ، دعونا نستمع لحديثه. فقط الحي العسكري كما تشاهدون هذا الطين، مو هذا الطين الذي استخدمته الشركة، شركة مد الأنابيب لشبكة مجاري. خوش المفروض منهم هذا الطين ينقلع، هذا كله ينقلع ويجيبون تراب أفضل من عنده، ولكن تم استخدام نفس التراب لطمي هذه الحفرة كما تلاحظون، وتم استخدام شوف أو حتى التبليط، جابوا التبليط، هاي شوف هذا الصخر والتبليط، وكذلك يعني مال سيان وزميل، ودفنوا به حتى ما يخسروا لهم 250,000 من أجل يجيبون سيارات تراب نظيف حتى المشروع يتم إنجازه بصورة صحيحة. يعني ما ندري يعني إلى متى الناشط منطارق يا هيئة المساحة تعالوا حققوا لنا بهذا الموضوع، يعني إلى متى العالم ساكتة؟ مشاريع هاي تصرف عليها فلوس، هاي أموال شعب. شوف استخدموا هذا التبليط ودفنوا به مكان ما يجيبون تراب أفضل من هذا التراب حتى شنو يتم إنجاز المشروع بصورة صحيحة مثل ما مرسوم لي ومخطط له بالتندر. الموضوع هذا والله العظيم 95% فاشل. 95% هذا المشروع فاشل، ومن البداية أكدنا عليه وحاكيناهم وحضرنا السيد القايم مقام، ولكن كل فايدة ماكو، أكو اتفاقية ظاهرة للشركة والسيد القائم مقام.
نستمر مع ملف الخدمات مشاهدينا الكرام. مليارات تهدر في محافظة ذيقار، وثق ناشط من المحافظة أو تحدث عن المدارس المتلكئة منذ سنوات والمبالغ الطائلة التي خصصت لها دون إنجاز، بالرغم من الحاجة الماسة إلى إنشاء مدارس جديدة لاحتواء الطلبة وتخفيف الزخم على باقي المدارس. لنشاهد. المدارس المتلكئة من ضمن مشاريع مدارس المتلكئة 2013، طبعا صار من قبل النفايات، وهذا وضعها، هذا وضع في مدينة الناصرية. احنا من نحكي عن المدارس المتلكئة في محافظة ذيقار، ونتحدث عن مدارس على تنمية القائمة من حالة 2013. هاي مدرسة واحد من هاي المدارس الموجودة في مدينة الناصرية من ضمن 300 مدرسة. فالموضوع هو شنو؟ من سألنا استفسرنا، قلنا كاي مدارس دفع عندي أموال مقدمة أيام مجالس محافظة، فتوزع يعني مبالغ بين المقاول قد نسبة العمل مالي وبين أعضاء مجالس المحافظة السابقة. يعني طبعا العلم ذيك فترة كان الأمين عام كان رئيس مجلس المحافظة وعدة طلاب على الموضوع. فاحنا نتفاجئ احنا يعني رغم الاموال المخصصه لمحافظه ذيقار، يعني حتى لو اموال سرقت على المدارس، ليش بقت يعني هذه الاندثار؟ وطبعا اكو نقص منطقه، يعني منطقه كثافه سكانيه خلف السريع، اكو نقص مدارس دوام ازدواج، يعني ثلاث دوامات بمدرسه واحده. حاليا هنا منطقه بس فيها مدرسه هاي واحده للبنات، يعني ماكو مدرسه مدرسه متوسطه واعداديه، ولا اكو مدرسه الابتدائيه البنين ولا متوسطه ولا اعداديه. نكمل مشاهدينا الكرام مع ملف الخدمات. معاناه اهالي منطقه الثوره في محافظه بابل تستمر بسبب غياب الخدمات وسوء وفساد تنفيذ المشاريع الخدميه. لنشاهد. بدايه لما شفنا المشروع نهر اليهوديه والمواصفات اللي حكونا بها المهندس ومدير الشركه فرحنا، لكن للاسف الشديد هناك بعض التقصير وبعض النقاط المهمه اللي تغافل عنها المشروع، وهو مد انبوب مجاري حتى يسحب المياه الجوفيه من الباطن الارض. الان احنا اللي يطب يسبح بالحمام الشارع يفيض، تركوا هذا التراب كليته من اجل ان تنسد المخازن حتى ما يطلع المي. التيوله مال الكهرباء لا تزال في وسط الشارع، يعني المفروض ترفع هذه وتنصب تيوله غيرها. المنطقه كانت اكثرها ساحبه مي من هذه الجهه، قطعوا الصوندات واضطرينا نسحب مي من خلف بيوتنا عشرات الامتار. لا سووا مي ولا سووا مجاري ولا عدلوا الكهرباء، والآن المشروع بتلكؤ كبير. احنا نطالب الحكومة المحلية والحكومة المركزية بالالتفات الى هذا الموضوع والتدقيق بعمل الشركة وبالتندر. يعني ده تطفح بيوتنا الرطوبة صعلت داخل البيوت، والى متى هالمعاناة؟ زين مي إسالة تشرب ماكو، كل اربع بيوت خمسة مشترك بخط واحد. احنا نريد نوصل الحقيقة، منطقة اصبحت مهملة. نتابع الآن سريعا مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. أبو كرار يقول: الله لا يوفقكم، لمن تشتكي؟ من صغيرهم لكبيرهم حرامية، وين النزاهة؟ جاي تشوف لو لا. رائد يقول: بابل منكوبة، إلى متى تبقى بابل متأخرة والحلة خرابة؟ لا مجاري، لا طرق، لا خدمات، وين رئيس الوزراء؟ وين النزاهة؟ وين القضاء؟ علي البحراني يقول: والله عين الصواب، وهذا ما يحدث في مناطق حي العباس ومناطق حي الغدير 7 نيسان سابقا بعد مد الأنابيب، يقومون بدفن الأنابيب بالطين الذي تم حفره، يكون الدفن بنفس التراب المقلوع مع مراوس بتراب جديد، هذا ما يحدث. تعليق من سالار يقول: مشاريع وهمية، دمروا البلد، في كل بقعة في البلد خراب. مشاهدينا معنا الآن السيد أبو سيف من ديالة، تفضل يا أبو سيف حياك الله. الله يحييك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي العزيز، هذه هاي المشكلة يعني ما نقدر بالخاصة، بس هي عامة تقريبا. تفضل. ابني جريح حرب عسكري. نعم. ارتكب له خطأ، هذا الخطأ تحول إلى جريمة كبرى. شنو الخطأ؟ زوروا إفادته. شنو الخطأ؟ زوروا إفادته.
الخطأ أنه من التحق للوحدة بارتها عسكري بالقراج بنطيه باكيت علاج قايل لهذا توصل الباب النظام تسلمه. طيب وصل الباب النظام سلمه خمس شهود رابط وأربعة ضباط سلم قال هاي أبانا دزوها الولد وياكم اسمها كذا اسمه ما نذكر اسمه. نعم شينا بيها قال والله باقي قال العلاج وصل الباب وصل ثاني طيت بيتكم فمن فتحوا لقوا بيه مواد مخدرة غرابين ونص. راح للعامر ودوه للعامر قال له والله سيدي أنا طالية واحد بالقراج وأنا وصلت للباب سلمت بيتهم. نعم تحور هذا أنه هذولا شهدوا زور قالوا مو هم شهدوا إنما ضغط عليهم قالوا لا تقولون هو سلفهم قولوا إحنا فتشنا ولقيناهن. شوف هذا ما يحصل بالجيش شوف الكوارث. نعم إفادة زوروها أنه رايح نشتريهن من المحافظة وجايبهن وضامهن ولقيناهن هذا الحكي كله بالمحكمة طلع كله كذب. طيب من راحوا الشهود هناك ضابط وأربع ضباط حلفوا القرآن قالوا والله إحنا هو سلمنا إياهن وجاب أبانا يعني ما يعرفه سلمهم بيدنا. طيب فالقاضي سألهم قال زين لعد أنت شلون تقول أنا فتشته ولقيتهن. أي قال والله سيدي أولا هناك ما حلفنا القرآن وثانيا أنا أقول لك صار ضغط وتهديد علينا. من منو؟ وشهدت هاي الشهادة هذه شهادة الزور وهاي الشهادة تهديد من منو؟ من عامر الوحدة. عامر الوحدة نعم عامر الوحدة وبوقتها طلب يعني طيب. طلبات ما نفذناها إذا 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 الشهود قالوا إنه ابنك ما له ذنب ليش انحبس؟ أها ما هي يعني المشكلة الأخرى تعال اقنع المحكمة إنه يعني المحكمة ما مقتنعة بشهادة الشهود بعد القسم؟ لا أنا ما اقتنعت. شو تريد لعد المحكمة؟ وأيضا المحكمة فاسدة المحكمة طلبت أيضا نعم. طلبت رشوة وعندي كل الوثائق والشهود ولا يدل نعم. على هذا الحكي كله نعم. كله موجود عندي. نعم سيد أيضا ما سيد أبو سيف نعم نفذنا طلباتهم. الصورة وضحت الصورة وضحت أنا أعتذر منك طبعا لأن الوقت ضيق ما بقى الكثير. وأنا طرحتها ست مرات الرئيس مجلس الوزراء على الرابط ماله وباكو جواب وطرحتها للفضائيات وباكو جواب. نعم سيد أبو سيف أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا. أتمنى هذه الرسالة تصل وصوتك يوصل وأتمنى منك تشارك معي في حلقات قادمة بشكل من وقت شوية حتى بس تشرح لي الموضوع بشكل مفصل أكثر إذا بي تفاصيل أكثر لأنه هذا مثال بسيط عن حجم الفساد داخل المؤسسة العسكرية وداخل القضاء. ننتقل سريعا مشاهدينا الكرام إلى ما لدينا من فقرات. نصل الآن إلى إنفوغرافيك. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الضوء على التظاهرات الشعبية في 25 من شباط لعام 2011 بعد خروج تظاهرات حاشدة ضد حكومة المالكي آنذاك احتجاجا على سوء الخدمات وتردي الوضع الأمني وتفشي الفساد لتقوم وقتها حكومة المالكي بقواتها الأمنية بقمع هذه التظاهرات. لنشاهد. مشاهدينا نصل الآن إلى فقرة الهاشتاج. تفاعل مغردون عراقيون مع وسم الحكومة الهابطة
للتعبير عن رفضهم لمحاولات الحكومة تكميم أفواه الناشطين الذين يكشفون فسادها ومشاريعها الفاسدة وينتقدون غياب الخدمات ليتم محاربتهم بحجة مكافحة المحتوى الهابط التي باتت نواياها مكشوفة لدى الجميع. نتابع بعضا من التغريدات. علي يقول: صرخات الشعب قادمة ولا صبر على ظالم وحكم جاهل. من خلال وسمنا نبين كيف أن الحكومة الهابطة تتغاضى عن المشاكل الأساسية وتزيد من هموم الشعب وأزماته الاقتصادية والأمنية، حيث تحاول ترهيب كل من ينتقد النظام من قوانين لا خير فيها، فقط حماية الفاسدين وتكميم وقمع لحريات المواطن. أسامة يقول: عندما تكلمنا عن ثورة الوعي الحقيقي وقلنا سلاحنا وعي المواطن، هذه ثمارها، هكذا يصدح صوت الأحرار بوجه الفاسدين، وهو يمتلك الشجاعة والوعي الذي من خلاله يتحقق التغيير الواقعي وقلع الفاسدين الذين نهبوا البلد. نعم، أنتم المحتوى السيء. علاء يقول: المحتوى الهابط الذي تدعيه الحكومة المشرذمة وتسجن هذا وذاك، هل يوجد أقذر منكم وهل يوجد أسفل منكم في الانحطاط؟ فرقتم شعبا، قتلتم أبرياء، هجرتم ملايين، سرقتم مليارات، انتهكتم الأعراض وضيعتم عشرات الآلاف، وضعتم عشرات الآلاف خلف القضبان، أعدمتم من يصرخ باسم العراق، أعطوني من هو أقذر منكم. سامي يقول: المدارس دوام ثلاثي، المستشفيات لا يوجد فيها أدوية، بنى تحتية لا توجد، خدمات منعدمة، أليس هذا محتوى أهبط من الهابط؟ احذروا من تكميم الأفواه من أجل إسكات أصواتكم المطالبة بالإصلاح. بهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.